مرحبا بكم أحباء المشاهدين في فقرة جديدة من كهرمانة. فقرة اليوم هي مميزة جدا لأنه رح نروح على جانب الفاشن فورورد اللي هو عرض الأزياء العالمي. طبعا العروض خاصة اللي تكون في دبي جدا مميزة، لكن هذا العرض اللي احنا رح نعمل منه بعض التغطيات هو عرض جمع بين الشرق والغرب وآسيا، أي جمع يعني عالم متكامل. اليوم راح تكون ويا سانيا، هي خبيره بالتجميل وايضا ستايلست، راح تخبرنا جانب بسيط عن الميك اب اللي استخدموه بالعروض وايضا الستايلات. خلينا اول شيء نطلع من الاجواء اللي عشناها، لانه صراحه اخذتنا لعالم اخر، يعني اخذتنا لعالم الماضي والحاضر، سو اماتو جمع بين العالمين وابهرنا بديزايناته الحلوه وابهرنا بالاكسسوارات اللي دخلها، حسسنا عم نعيش يعني حقبة كاملة، جمعنا كأنه عم نشوف فيلم مصور. سو أنا أبهرني، أنا بحكي عني شخصيا، أماتو فعلا كان مبهر، عرض مبهر. بالنسبة للألوان اللي اتخذها، طبعا أنا شفت العرض، الألوان كانت أكثرها فرحية اللي هي لون البيج والبيربل. طيب خبرينا شنو كيف كان الميك اب اللي استخدمها اللوك؟ مثل ما لاحظنا انه الميك اب هو اعتمدوا انه على السمبل، ما في يعني خفيف، فيري سمبل، ولاحظنا انه رفع الشعر كامل، واعتمد اكثر شيء الاكسسوارات اللي هي على الوجه اللي هي كريتيف، يس. فجماعه عمل لوحه فنيه كامله صراحه، وما في شيء سرق الاضواء من شيء، يعني الفساتين عطت حقها، الميك اب عطى حقه، الشعر، الاكسسوارات، كل شيء كان بمكانه. لقد رأيت عرض الأزياء وكان أكثر من رائع. من أين تأتي بأفكارك؟ عندما ذهبت إلى البرتغال لرؤية المباني والكنائس القديمة، فلقد كانت مليئة بالزينة والتفاصيل، ولقد كنت ملهما جدا ومنبهرا بالفنان كريستو وجين كلود، فنهم كله مليء بالرعب، لهذا كان مسرحي وعرضي مليئا بالرعب. هل كان هنالك فنانين ونجوم عرب معك؟ نعم، ديانا حداد، هيفاء، ولقد نسيت الآخر.
أعرف أنه ليش أغلب المصممين أو العروض العالمية دائما يستخدمون ميك اب يكون very simple أو تسريحات الشعر تكون simple؟ لأنه دائما بيكون في عندك فوكس على الفستان، لقد ما فيك تعملي يعني تسريحات شعر تكون جدا يعني ملفتة للنظر. نحن بنركز لأنه اسمه فاشن شو، بنركز بيركزوا على الفستان، بيكون دائما الشعر simple مع الميك اب، فما بدنا شيء ياخد حقه على الثاني، فهيدي هي عشان من هيك دائما بيركزوا انه اكثر شيء على الفستان، لانه نحن عم نعرض فستان، فالميك اب بيكون دائما بيعتمدوا انه الميك اب السمبل الخفيف والشعر نفس الشيء. طبعا هي العروض كثيرة، واللي حتى اللي أنا شفت من عندهم كان شيء جدا جدا مميز. طيب هاس ايدريس شنو كان رايش بيه؟ هو اعتمد على الألوان الدافية والألوان اللي هي الهادية الرايقة، كان عنا عروض كتير وكل واحد كان بيختلف عن الثاني مثل ما شفنا، وأكثر شيء اعتمد على القصات اللي هي الشيفون، ماشي الشيفون. بما انه انت من لبنان، فهل كان طبعا انا اعرف انه كان اكثر من مصمم لبناني، فكيف كانت عروض؟ والله لفتتني المصمم اللي هي اسمها تانيا، كان افتتحت كمان بالفستان اذا لاحظتي بالعلم اللبناني، وكانت الوانها جدا جريئه، حبيت الالوان لانه فيها كثير جرأة، واعتمدت قصات كثير، ان كان يعني اذا شفت الشورت دريس اللونج، فاعتمدت قصات كثير حلوه بالفاشن تاعولها. شكرا لك ثانيه. شكرا لبرنامج كهرمانا وللمذيعه المعنى الحلوه ميرا، وكان لقاء جدا حلو واستمتعت معك، شكرا لك. طيب احنا شفنا بعض العروض، لانه صراحه عروض كانت اكثر من رائعه، قصص متكامله، حتى الاجواء اللي برا نشوف الناس اللي حاضره بتصاميم مختلفه بمصممين مختلفين، يعني من الصبح الى حد الساعه تقريبا 10 بالليل من عروض خارجيه، وايضا الاماكن اللي هي الويتنج اريا مكانات الانتظار، نشوف عالم مختلف اكثر من رائع. منها نكون وصلنا لختام فقرتنا لهذا اليوم، وان شاء الله كانت العروض عجبتكم، واشوفكم فقرات ثانية. باي باي.